مرحبا، اليوم عنا بدنا نشرح كيف نضرب ب10، كيف نضرب ب100، كيف نضرب ب1000. يعني multiplication by 10, 100 by 1000. اوكي، عنا activity، عنا شارح درس، وعنا كمان بالاخير نتذكر multiplication of 7. اليوم حنتعلم multiplication of 10 او المية او الالف، يعني 10, 100 and 1000. اوكي، طريقة كتير هين. كيف تعلمنا نحن بالدرس القديم 10 من زيد 0؟ هلا حنشوف، حنتذكرها سوا. يعني 5 times 10 بنحط 5 وحتى 0 صار 50. 7 times 10 كمان 7 بنحط حتى 0 يعني صار 70. شفت ما هينا؟ بنكمل كمان، بدنا نحط ارقام غير. 36 ضرب 10 يعني 360، 360. وكمان 47 نفس الطريقة، 47 نحطها 0، 470. اوكي، هلا كمان multiplication by 100. 100 يعني بنزيد 2 0 على اليمين مش 1. اوكي، هينا هات لنبلش. 12 ضرب 100 يعني 1200، زدنا 2 0 على اليمين، هينا ما بدها شيء. كمان بنشوف الرقم اللي وراه 43 times 100 صارت 4300، زدنا 2 0. هلا المالتيبليكيشن باي 1000، كمان بنزيد 3 0 على اليمين، ما بدها شيء كتير هينة. يلا 8 ضرب 1000، 8000. اولا نقول انت معك 8 وحدات، 8 وراء من فئة الالف، صار معك 8000 ليرة. معك 4 ورقات من الالف ليرة، صار معك 4000. بعد ما شرحنا نحن درس العشرة ضرب 10 وضرب 100 وضرب 1000، هلا عنا اكتيفيتي. اوكي، بدنا نركز كتير منيح لحتى نتذكرهم وتركز الفكرة براسنا. نعطي اول مثال. اشترت رشا 10 كيلو جوز. اوكي، ثمن كيلو الجوز 4 دولار. كم دفعت رشا ثمن الجوز؟ بكل بساطة نحن بنحط 10 ضرب 4. اوكي، نحن شو تعلمنا بالفيديو؟ انه نحن بنحط النمبر اللي هون ومنزيد عليه الزيرو، شو صار معنا؟ 40 دولار. اوكي، يعني 10 ضرب 4 بتساوي 40. اوكي، ما بدها شيء. حنعطي كمان مثل تاني. عملت هلا 10 ساعات في مصنع للأحذية، أجرة العمل 8 دولارات للساعة الواحدة. اوكي، هون بعشر ساعات، هون 8 ساعات، 8 دولار للساعة. كم تقاضت هالة نتيجة لعملها؟ بنحط نحن 10 ضرب 8. 10 ضرب 8 شو تعلمنا نحن؟ انه بنحط 0 على اليمين، يعني 8 هيدا وهيدا 0. اوكي، صار قديش طلعت؟ 80 دولار. اوكي، يعمل عيسى لدى مصنع سيارات 6 ساعات يوميا، بيطلع 100 دولار على الساعة، هو شي مهندس كبير. اوكي، ما هو الراتب اليومي لعيسى؟ هو عبارة عن 100 ضرب كم ساعة بيشتغل؟ 6. شو اتفقنا نحن؟ اذا ضربنا شي ب100 نحط النمبر ونحط هودة 2 0 على اليمين، يعني بيطلع 600 دولار بالنهار. اوكي، هيني يلا. كمان عنا هون، اشترى خضر 4 اكياس من الطحين لصنع الفطائر، 4 كيلو. ثمن الكيلو من الطحين حقه 1000 ليرة. كم دفع خضر ثمن الطحين؟ عنا 4 ضرب 1000. 4 ضرب 1000 يعني بنحط equal، بنحط الفور ومنحط الزيرو، 2 3 0، صار معه
4000 ليره لبنانيه. اوكي هينا. طب بدي يلا تعملوا هيدا الهوم ورك وتبعتوه للاساتذه. اشترى خالد من دفاتر لابنته صفاء، بنته اسمها صفاء ببلشت مدرسه، جاب لها 8 دفاتر، حق الدفتر الواحد 100 دينار. تتذكروا انتم المئات اللي نحن شرحناها؟ كم دفع خالد ثمن للدفاتر؟ بتكتبوا لي المعادله وبتكتبوا وراها الجواب مثل ما عملنا بالاكتيفيتي من شوي. اشترت فدا 4 طناجر للطبخ، عم تجهز بيتها. سعر الطنجرة الواحدة 1000 درهم. كيف نحن حسبنا عنديد خاضر؟ بدنا نشوف كم دفعت فدا، بنحط المعادلة بنحط الجواب وبتبعته للأساتذة. اتفقنا؟ ما بدها شيء كتير هين. هذا درس نحن بنستعمله بحياتنا الطبيعية، فيا ريت تكونوا فهمتوه كتير منيح، وانتبهوا من كورونا. اوكي باي.